السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنت حينما كنت في كل مكان في كل زمان. هناك لقاء برضك درس آخر حدث لنا في زيارتنا لفرنسا في شهر يناير أو فبراير 2002. كانت هناك أزمة في العلاقة بين مكتب فرنسا ومكتب الإغاثة الإسلامية الرئيسي في بريطانيا. قررنا عمل لقاء في فرنسا لمدة يومين، وكان المكتب فيه مخزن كبير ومفروشات ومقاعد وأرائك مريحة. فاتفقت مع مدير المكتب فرنسا في ذلك الوقت السيد رشيد الحلم بقال لي احجز لنا غرفة في الفنادق لكي نخفض النفقات، ويحاول ان يرجعنا بخطوات للوراء لنرى فيها ايام وليالي الزمن الجميل الذي تأسست فيه الإغاثة عام 1984، حيث كنا في اجتماعات مجلس الأمناء ننام في ساحات المساجد وبعدها في غرف المبنى الجديد الذي اشتريناه في مدينة برمنغهام في عام 1991. وكان طعامنا وغذاؤنا أجنحة الفراخ أو الدجاج، وكنت في الغالب ما أكل سندوتشات الفول ومع سندوتشات الحلوة. وجعلنا المخزن دائفة أدريئا ومعد لإقامة العيد منا، ولكني لم أخبر أحد من القادمين معي لهذا اللقاء. وحينما وصلنا إلى هناك وعلم أحد الإخوة هذا قامت قائمته وثارت ثورته ولم يتقعد ولم تقعد أبدا، وغضب غضبا شديدا قد يكون محقا فيه لأننا لم نخبره. فاستعد لهذا الموقف وهذه الصاعقة التي لم أكن أراها أنها صاعقة. لم يكن أحدنا يتوقع أن أقرأنا قرآن هو الذي يصدر منه هذا الموقف، ولكن تكهرب الجو وأصبح الجو ملبدا بالغيوم التي لم تمطر ولم ينجح الاجتماع لتكهرب الجو. الدرس المستفاد من هذا: عنصر المفاجأة في العمل الإنساني، هنسميه كده، ليس كل من معنا وإن كانوا من الشيوخ وحفظة القرآن والعلماء وكذا وكذا يستطيعون التكيف والتأقلم مع عنصر المفاجأة في العمل. ولكي نجد هؤلاء الذين يتكيفون مع عنصر المفاجأة علينا تربية جيلا يستطيع أن يتحمل العناء والمشقة وشذف العايز وزاد الطريق الذي تحمله أبناء الجيل الأول من العاملين في الإغاثة والمتطوعين فيها، لأننا ما إنما نحن إلا متطوعين وعاملين خدما عند الفقراء وعند المحتاجين. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.